ضمن فعاليات دار الأوبرا السلطانية مسقط أقيم اليوم معرض للفنون أداة حياتي. اشتمل المعرض على 25 لوحة فنية لعدد من ذوي الإعاقة في مجالات النحت والرسم والتصوير الضوئي. ويهدف المعرض والذي يستمر لمدة يومين إلى إظهار إبداعات ذوي الإعاقة والقدرات التي تتمتع بها هذه الشريحة من المجتمع. رأى افتتاح فعاليات المعرض معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيصي وزير النقل والاتصالات.